المنافذ الحدودية أخذها من الميليشيات نطها للجيش. إذا كان الميليشيات يأخذون ضريبة 30 دولار على التريلة، الآن الجيش يأخذ ضريبة 60 دولار على التريلة. الطرابيل كذلك، وين راح المقصر؟ طلعها من الحزب الفلاني سلمها للقائد الفلاني. قامت الحاوية ما تطلع من الميناء إذا ما كان قبل يدفعون للميليشيات 500 دولار، هسه صارت 1000 دولار. شنو اللي سواه زين الكاظمي؟ قناة العراقية، يعني بشرفك أنا أجيب مع احترامي لكل زملائي الإعلاميين، يعني أجيب مذيع مقدم برامج أسوي قائد؟ ليش؟ شنو ليش؟ طيب مو شغلته، مو شغلته، ما يبدع بيها أخي. ترى القيادة فن أستاذ مقداد. السيد الكاظمي أنا أقول لك بيش مبدع، مبدع يقدم برامج، أنا أقترح عليه يقدم نشرة الأخبار وموجز الأنباء. طيب لأن بهذه حيحكي على الورقة وكل الحشي ماله حيكون صدق. بعد شنو؟ إيش قال بعد؟ إيش قال؟ المنافذ. هي المنافذ، هي المصيبة عند المنافذ. طيب تمام، أحشي لك تجفيف موانئ الميليشيات اللي كانت تسيطر عليها اللجان الاقتصادية. إيه من أخذها؟ أخذها الجيش، أخذها الجيش. الجيش هم كانوا قبل أنا حكالي واحد قال لو باقين على الميليشيات هو يحصل لنا، كنا ندفع 500 دولار على الحاوية حتى تطلع من الميناء، هسه يدفعون للجيش 100 دولار 1000 دولار حتى تطلع من الحاوية من الميناء. الله يخليك. وهذا اتهام صريح. لا مو اتهام صريح، يعرفوها للبصرة كلها، تعرفها كلها تعرفها. اليوم صارت، اليوم صارت مظاهرات بالبصرة على مود ايش؟ على مود حتى يوقفون الميناء الفلاني ويجرون سكك حديد بين البصرة بين دول الخليج و جارتنا الأرجنتين. واليوم، اليوم هاي اليوم مظاهرات اليوم والهوسة، ما شفتها يا أخوية؟ أهل البصرة كل زين يعرفون، كل اللي يشتغلون بالميناء يعرفون مدى الفساد اللي موجود بالمنافذ الحدودية.